بورسن أخت كارن بورسن لأول مرة عن مرض يعاني منه ابنها تيو الذي يبلغ من العمر 3 سنوات. في مقابلة أجرتها ونشرت ستوري في حسابها وشكرت فيها المنصة التي عملت معهم المقابلة وقالت: شكرا لمساعدتنا في خلق الوعي والتغيير. يوما ما أنا أم يعاني ابنها من التوحد وسوف أقاتل دائما من أجله بغض النظر عن أي شيء. وتوالت الرسائل لمليس من متابعيها من الكثير من الناس الذي يعاني أولادهم أو إخوانهم أو أي شخص من عائلاتهم من مرض التوحد، ودعموا مليس بشأن توعيتها للناس بشأن هذا المرض وتكلموا عن تجاربهم الشخصية في هذا الموضوع.